من المحاضرة الأولى. هنتكلم في الجزء ده عن شوية topics نبتديها بالتكست formatting. احنا كنا اتكلمنا عنه يعني كفونت فاميلي وفونت سايز وكالر. تعالوا بقى نشوف الاوبشنز المتاحة بعد كده. احنا عندنا زي ما انت شايف كده التكست ده بولد، التكست ده ايتاليك يعني مايل بالشكل ده. في عندنا التكست ده في جزء منه نورمال وفي سب سكريبت اللي هو بيبقى تحت اللاين، زي انت لما تيجي تكتب x2 y1 وهكذا. وبعد كده عندك في سب سكريبت اللي هو زي ما انت بتكتب كده الباور مثلا، يعني x2 باور 2 وهكذا. طيب ده يتعمل ازاي في ال HTML؟ عندنا مجموعة تاجز بقى، خلينا نعدي عليهم كده 1 باي 1. أول حاجة البي اللي هي بولد، يعني التكست اللي موجود جواها انت عامل تكست بالشكل ده، ده نورمال تكست باراجراف. لو عملت جوه الباراجراف بي تاج فبتظهر ايه؟ بولد بالشكل ده. طيب التاج اللي بعد كده سترونج، هو تقريبا بيعمل نفس الايه الفانكشناليتي بالظبط، هي بتطلع برضه بايه بولد بالشكل ده. فانت استخدم بولد او سوري بي او سترونج. عندك بعد كده اي فور ايتاليك او ام سوري اي ام ماشي، اللي هي الامبد او سوري امفاسايز. فعندك تعال نجرب الدي دي اي اهي ايتاليك، فبيظهر التكست ايتاليك بالشكل ده. وعندك الامفاسايز بيظهر في الشكل نفس الفورمات بتاعت الايه التكست اللي هو بيكون ايتاليك. طيب نيجي بعد كده ده الاي ام او الامفسايز. عندك السمول وده بيظهر لك التكست سمولر ذان النورمال. ده النورمال لو قلت سمول فبيظهر بسكيل اقل، يعني ده يمكن مش يوزد كتير، احنا عادة بنستخدم الفون سايز يعني ماشي. عندك التاج مارك ده برضو بيكون التكست برضو بياخد بس ايه لون بالشكل ده ماشي. طيب نروح بعد كده للنكست. طيب يبقى المارك هو بس بيعمل هايلايتنج للتكست بالشكل ده. طيب احنا عندنا في تاجز كتير، خلينا نروح للحاجات المهمة اللي الناس بتستخدمها اللي هي زي السب سكريبت والسوبر سكريبت. ده سوبر سكريبت اس يو بي ماشي، وممكن نخلي نعمل برضو حاجة كده نخليها جرب يظهر لنا حاجة بالشكل ده تمام. يبقى ده السوبر بوزيشن والسب بوزيشن تكست. ده كده بالنسبة للتكست فورماتنج، يعني انتوا ان شاء الله تعملوا اكسرسايز كده تستخدموا فيه كل التاجز دي، فهتلاقوا الدنيا بسيطة جدا ان شاء الله. نيجي بعد كده طبعا شباب ال HTML هو كتير ماشي، يعني في حاجات كتيرة قوي علشان نكفرت كلها في تو سيشنز، اي ثينك ان هو هيكون صعب شويه. واحنا كده كده ان شاء الله رب العالمين هناخد يعني كورس كامل. اي احنا هنعتمد بقى ان انتوا تعرفوا الحاجات دي ان شاء الله لو فضلتوا ايه لسه فاكرينها. يعني نيجي بعد كده للكومنتس. لو انت عايز تعمل كومنت جوه ال HTML tags فانت بتعمل كومنت بالشكل ده اللي هو الانجل براكتس ده وعلامه الفاكتوريال دي داش داش، وبعد كده حط اي تكست، وبعد كده هتعمل ايه الكلوزنج. يبقى ده الستارتنج بتاع الكومنت
وده الكلوزنج بتاع الكومنت. يعني ايفن لو انت عندك paragraphs او عندك حاجه بالشكل ده ممكن تكون انكلودد جوه الكومنت. يعني تعالى انا لو عملت السبيس ده، السبيس ده معناه ايه؟ معناها ان ده كده جوه الكومنت تاني، ده كده كومنت وده كومنت، ماشي. لو انا عايز اعمل كومنت للباراجراف ده او لاي مجموعه كومبوننتس، انت بس اعمل كده، فهو هيعتبر ان كل ده لغايه الكلوزنج تاج هو كومنت، ولو عملت ران مش هتلاقي حاجه ظاهره قدامك. طيب نروح بعد كده للكالرنج، اللي هو يعني خلينا نقول ان هو جزء من السي اس اس، فخلي السي اس اس بالكالرنج بتاعه يكون في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله.